رسائل حازمة وجهت إلى إيران خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية عقد في القاهرة أمس، فأصبح من الضروري مواجهة التهديدات الإيرانية وأذرعها بالمنطقة العربية، خاصة حزب الله اللبناني، بعد أن أدان وزراء الخارجية العرب ممارساته في المنطقة وتصنيفه منظمة إرهابية. فالسكوت عن إيران عبر عملائها في المنطقة لن يجعل أي عاصمة عربية بمنأى عن اعتداءاتها، هكذا صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وهو ما أكده المجتمعون أن إيران تتبع استراتيجية طائفية لتأجيج الصراعات في المنطقة، خاصة بعد الصاروخ البالستي الإيراني الصنع الذي أطلقه الإنقلابيون الحوثيون على الرياض. فإلى أي مدى ستستمر تدخلات إيران في الشؤون العربية؟